الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه المنتجبين. بداية نرحب بكم كوسائل إعلام مسموعة مقروءة مرئية إلكترونية وكالات حضور هذا المؤتمر الصحفي حول نشاط مهم من نشاطات وزارة الداخلية المهمة، وإلى جانبي الأخ مدير عام ديوان وزارة الداخلية في إقليم كردستان الدكتور هيمن ميراني. المؤتمر الصحفي طبعا سبب حضور الدكتور من الأخوة من الإقليم. تعرفون التعاون عالي جدا والتنسيق عالي جدا بين وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية في الإقليم، والعمل الأمني عمل مشترك، وكما يعلم الجميع الأمن لا يتجزأ إطلاقا، لذلك دائما نعمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة هذا الوطن ومحاصرة وملاحقة الزمر والعصابات الضالة. المتهمين الآن اللي موجودين أمامكم هم تابعين لشبكة محظورة هي البككة. قبل يعني في نهاية عام 2023 وبداية عام 2024 حصل عندنا حريق في محافظة كركوك ل27 محل و14 مخزن تقريبا، وبعدها بفترة حصل حريق آخر في محافظة دهوك أيضا في سوق محلي، وبعدها بفترة حصل حريق آخر في محافظة أربيل أيضا لأسواق محلية. بالتالي حرق هذه الأسواق واستهداف المصالح بهذا الشكل العام كان مؤشر على وجود شبكة خطيرة تدير هذا الموضوع. تم تشكيل فريق عمل من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أشرف على عمل فريق العمل السيد رئيس مجلس وزراء القائد العام للقوات المسلحة مع السيد وزير الداخلية. كانت عملية حرق الأسواق واستهدافها عملية ممنهجة منظمة، بحيث يتم استخدام طريقة لحرق هذه الأسواق صعب كشفها. يقومون بيعني صنع عجينة أو مادة معينة ووضعها أما بعلب حلويات أو باكيتات سجائر أو ما شابه من هذا القبيل، ويلقونها بهذه الأسواق بهذا المكان. طبعا لا تشتعل مباشرة، تأخذ وقت 5 ساعات إلى 6 ساعات وبعدها تشتعل. بالتالي هم سببوا يعني استهداف لاقتصاد كامل في 3 محافظات، وتقدر بملايين الدولارات طبعا الخسائر. لذلك فريق العمل اشتغل بتقنية عالية كبيرة جدا، نسق مع إقليم كردستان، نسق مع جميع الجهات، بقى فترة طويلة يعمل على هذا الموضوع، توصل إلى خيوط هذه الجريمة وتوصل إلى هؤلاء المتهمين، وبعملية نوعية تم إلقاء القبض عليهم دونة أقوالهم بالاعترافات. طبعا راح أحكي لكم الأماكن اللي يستهدفوها. عندنا كانت محاولة إحراق مول أوف كركوك بتاريخ 10/10/2023، محاولة إحراق مول أوف كركوك بتاريخ 7/4/2024، إحراق عمارة إسماعيل درويش بتاريخ 3/5/2024. هاي الأماكن اللي أذكرها هي في محافظة كركوك. في محافظة أربيل انتقلوا بعد أن نفذوا هذه العمليات في كركوك، انتقلوا إلى أربيل، أحرقوا سوق البالة بتاريخ 27/2/2024، أحرقوا شركة ومخازن في قضاء قوش تبة بتاريخ 27/3/2024، أحرقوا سوق البالة للمرة الثانية بتاريخ 8/4، وأحرقوا سوق ناشتمان قرب قلعة أربيل بتاريخ 23/4، وأحرقوا القيصرية في أربيل بتاريخ 5/5. بعدها انتقلوا إلى سوق جلي في محافظة دهوك في 1/4، ونفذوا أيضا عملية حريق. فريق العمل يعني في يوم 23/5 بالضبط عام 2024 تمكن من إلقاء القبض على أحد المتهمين، وضبط مجموعة من المواد الكيميائية الموجودة في عجلة هذا المتهم، حللناها، طلعت هذه المواد هي الخلطة والعجينة اللي تستخدم لعملية الحريق وإلقائها في المول أو المكان، وبالتالي يصعب مباشرة كشف الموضوع لأن هذا يحتاج إلى وقت. كانت العملية مدروسة. أيضا ضبطنا أشياء أخرى. الجهة المنفذة والراعية لهذا الموضوع هي منظمة البككة، وهي منظمة محظورة وعندكم معلومات كاملة عن هذا الموضوع.
غايتهم من هذا الموضوع ضرب المصالح التجارية لإحدى الدول اللي هم مناوئين إلها بشكل مباشر، وزعزعة الأمن والاستقرار في محافظات كركوك، أربيل، دهوك، وأيضاً استهداف محافظة بغداد وغير محافظات في حال صار أكو تنفيذ عليهم أو عمليات. التأثير على الوضع الأمني والاقتصادي في الإقليم بشكل مباشر في محافظات الإقليم، أيضاً خلق حالة من الاستياء لدى المواطنين في المحافظات من أعمال من هذا القبيل واستهداف أسواق وغيرها. طبعاً الأسلوب الإجرامي كانوا يتبعون طريقة، الطريقة يستطلعون المكان اللي يختارونه هم ويحددون مواطن الضعف والمداخل والمخارج، وبعدها يقومون بإلقاء هذه المادة، وبالتالي يحصل الحريق تقدر ب 300 مليون دولار تقريباً الخسائر اللي سببوها. كان عندهم نوايا مستقبلية بعد التحقيق طبعاً من قبل فريق عمل متخصص ومعمق معهم، كان عندهم نوايا مستقبلية لاستهداف أماكن معينة أذكرها على سبيل المثال، مثلاً استهداف دولتين جارة، واحدة من هذه الدول أعتقد يعني صار عندهم تنفيذ حسب الاعترافات فيها، ويخططون للتنفيذ في دولة جارة أخرى بأعمال مشابهة من هذا القبيل، وحرق محاصيل زراعية وحرق أسواق واستهداف، والغايات من هذا الموضوع هي واضحة لأبعاد تتبع منظمة البيكيكي المحظورة. الأهداف المستقبلية اللي كانوا يخططون لها طبعاً في كركوك مدينة البترول، كانوا يلقبون كركوك بمدينة البترول، استهداف الأسواق الشعبية، الفنادق، الشركات التجارية، جراجات السيارات، خطوط النقل، وأيضاً أكو خط نفطي هو جيهان النفطي الرابط بين كركوك وأربيل ودهوك مع دولة تركيا، كان من ضمن الأهداف. أيضاً كانوا يخططون في حال كان أكو ضغط من الحكومة الاتحادية أو القوات المركزية عليهم استهداف أيضاً يعني محال تجارية وأسواق في بغداد، يسمونها المدينة أكبر من الكبيرة، في مدينة الصدر والباب الشرقي والشورجة ومناطق أخرى. أيضاً يخططون لاستهداف أماكن في أربيل منها أسواق شعبية، محاصيل زراعية، مناطق سياحية في شقلاء، واستهداف مصفى النفط، استهداف جراج سيارات، استهداف مول سيروان، استهداف كوتي سلام، واستهداف أحواض، واستهداف خطوط نقل الكهرباء في أربيل. أيضاً عندهم في دهوك مجموعة أهداف مشابهة لهذا القبيل وفي زاخو. وكما ذكرت هم كانوا يخططون لعمليات مماثلة في دول جارة للعراق. كانت العملية عملية نوعية، كان المتابعة متابعة دقيقة، لأن هم كانوا يستخدمون أسلوب يعني أسلوب مخفي في تنفيذ أعمالهم، لذلك الاستخبارات العراقية والأخوة في الإقليم بذلوا جهد استثنائي في الوصول إلى هذه الشبكة وإلقاء القبض عليها وتفكيكها. بالتالي أمن المواطن العراقي أينما كان هو خط أحمر لا يمكن المساس به. ما تشاهدونه هو منجز لوزارة الداخلية العراقية وللأخوة أيضا في الإقليم، هذا منجز يعني يحمي المصالح الاقتصادية لهذه المحافظات، يحمي المصالح الاقتصادية للمركز، وكذلك يمنع تعدي هذه الشبكات على دول جارة تربطها علاقات وطيدة وطيبة بالعراق، لذلك كل المصالح محفوظة. ونثني بشكل كامل كوزارة الداخلية على أداء فريق العمل ودقة التنفيذ وسرعة التنفيذ. وأترك الكلام الآن إلى الدكتور هيمن ميراني مدير عام ديوان وزارة الداخلية في إقليم كردستان ليتحدث. أو كاستان باش شو أنا كازكم توزيك بلندة هو دارم بمبينن زور سباس بو وتبجي وزارة ناوخو اتحادي امام رو لیرین برزان بووی لفالو قسانی که و تبیش فرموی جنابی عمید هندک تعلیقاتی دی کبلین لسر او رو داوی که ماوی چی زورا زر روزیانی گورا با هاولاتیانی شارکانی هولیرو دهوکو کرکوکو هندک شوینی دی که انگیاند پروسه لیکولینو و دزگیشتن با توان کردن پروسه چی هاوبشی نیوان هر دو حکومتی اتحادی و حکومت هریمی کردستان که هر دو رزداران جنابی سرگوزیران اتحادی و جنابی سرگوزیران هریمی کردستان چاودری برای چونی پروسه کانو تحقیق کردنیان لگل توان کردن دکر دواتر هر دو جنابی وزیری ناوخوی اتحادی و وزیری ناوخوی هریمی کردستان
سرپرستی و چادری وردی لیکولین و کانو گشتن به در انجام کنن اندکرد. و تا او انجام امر رو دخیرت رو انجامی کاری که هاو بشه نوان هر دو حکومتا که توان درا پاش لیکولین وی ورد دست بگات با تورشی توان کاری کلمای رابردو زیانی زور جوریان لها ولاتیانی او شارانه دا کنم من هنام. برزانی مهمولا لری کنالکانی راگندن و فرمیسکو ناسوری او کاسب کارو قربانیان من دبینی کنه اندازانی هوکاری اگر کود نکانسیا پرسیاری زور لا املا دا مزرا و امنیکانی وزارتی نو خود اکرا که آیا او روداوانه روداوی سروشتین یعن روداوی دست کردن خلچه که لپنه او روداوانه دوائی لیکولی نوی ورد در کود که او روداوانه روداوی سروشتینین روداوی آساینین روداوی کن که آمانز لیان لیدان لعبوری خلق آمانز لیان تو رکردنی خلقا آمانز لیان زیان گیاندن بنان و قوتی خلق دواتر لری اووا هول بدن پیوندکانی نیوان خلق و حکومتی خویان تیک بدن خلق نیگران کن خلق نارازی کن لانزامی او دان پیدانانانی که للان هر دو تیمی هاو بشه یا ریخراوی پککا لپشت او روداوانه سیل او توانکارانی لیرن دوانیان یکی چان سرپرشکاری ایشکه یکا ناوی هنر فخر الدین احمد کارمند یکی حفتایا او ایتریان ناوی محمد نجات حسن افسر لدجه تیروری سلیمانی سی تی جی امانا للان پککاو تزنید کراون برزان کادرانی امنی و عسکری پککا لسوریا لترچیا لقندیل هاتون راهنانی هم پیکردون لکفری راهنان هم پیکردون لسلیمانی، راهنان هم پیکردون لسنگسر، بو اوی او کار تیروریستان انزام بدن. استا که دستی عدالتی هم پیگیشتوا و دستی عدالت دگات همو او کسانی دیکا که لپنای کاری تیروریستین، لپنای کاری تیگدرانن، لپنای زیان گیاندنن ببرجوندکانی خلق، لپنای تیگدانی ارامی کردستان و شارکانی دیکی عراقن. لیره و با پیوشتی دزانین سپاسی جهدی هاو بشی هر دو حکومت بکنین سپاسی جنابی سر وزیران اتحادی بکنین سپاسی جنابی سر وزیران حریم کردستان و هر دو وزیرین اخو بکنین سپاسی وکاله استخبارات و تحقیقی اتحادی بکنین تحقیقات اتحادی که زور زیرکانه لانزامی کاری هاو بشتوانیان دست بگنه سر تاوان کاران زانیاری تاوان کو بکنوا لیکولینو بکن برزان وکو جنابی و تبیش فرموی او تاوان کاران بس بو نو استاون او تاوانان انزام بدن پلانی زور مترسی داریان هبوه که گرزی کشنده لعبوری همو خلق بدن او شوینانی زنابی و تبیش فرموی لحولیر، لدهوک، لسوران، لزاخو، لکرکوک، لبغدا او شوینانه تارگیتی او گروپ تاوان کارانه بوا که دست لکز نپارزن، دست لحیز بازارگ نپارزن دست لحیز جرخانش عبوری نپارزن سپاس بو خواه، سپاس بو جودی هاو بشی هر دو حکومت که توانی دست بگات او تاوان کارانه استا اوی ما و داوله هاولاتیانی ضررمند دکین کلا نزیکترین بنکی پولیس یان لدادگاکانی حریمی کردستان شکاتی خودتان تومار بکن با اوی دوای اوی للاین دادگاکانی بغدا لیکولینو لگل او تاوان کاران دکره بعضی تاوانکانی خویان بعضی زیانگیاندن با آبوری و قوت و جیانی خلق لدادگاکانی حریمی کردستانش بدن زور سپاسان دکینو اگر پرسیارک بیامدین بس أعقب تعقيب بسيط بغض النظر عن تبعية المتهم اليوم أي متهم حتى وإن كان تابع لأي جهاز أمني هذا لا يمثل الجهاز الأمني بالتالي هو متهم يمثل نفسه أما عائدية هذا المتهم هو بالتأكيد يرتبط بالبكك هذه المحصلة النهائية أين كان يعمل فليعمل لكن هو المنفذ والمخطط الرئيسي منظمة البيكيكي المحظورة كانت تستهدف هذه الأسواق وتستهدف هذه المحافظات وتخطط لاستهداف مصالح دول في دول أخرى سؤال آخر الأشخاص نعم الأشخاص اللي ألقي القبض عليهم ثلاثة الشبكة
بها بعد أشخاص، لكن أصبحت مكشوفة ومعلومة وواضحة وأهدافها محددة. الاحتجاز والتحقيق والدعوة بشكل كامل هي في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المركزية العراقية. أنا كناطق رسمي محدد بالإجابة فقط عن هذا الموضوع، هذا موضوع يتعلق ومتروك أمره للقيادة المركزية، هي من تحدد إن كانت تبقى أو لا تبقى، هذا متروك للقرار الرئيسي والسيادي، لكن كناطق رسمي أمامي جريمة ومتهمين وأعلن عنها بشكل مباشر. تفضل. عملية إلقاء القبض عليهم كانت عملية دقيقة جدا نفذتها وكالة الاستخبارات. متهم ألقي القبض عليه في كركوك، وآخر في ديالة، وآخر في منطقة أخرى من كركوك أيضا. أما تنيا ليرين بووي ولامي أو برسارانا بدنيو كتابت مندن بو جريمة هر کس یک پرسیاری شده سر او جریمه. لیکولین وکان لبغدا کراون برزان تیمی هاوبشی نیوان هر دو حکومت لیکولین وکان انزام داوا چون که توان کارکان لیرا دست بسرن همو لیکولین وکان لبغدا کراون للان تیمی هاوبشی هر دو حکومت بتایبت هر دو وزارت. خویان دزانی اما بس من کرد که تجنید کراون للاین پککوا اما اوی من نو مینا شوینی کار کردنی هم بوا یچان کرمند یکی هفتایا یچان افسر لا سی تی جی اوانه بلام است اندامی پککن و تجنید کراون للاین پککا بو انجام دانی او کارانه و خویان اعتراف یان کردو یعنی دان پیدانانه کان هی خویان اوانه یم لیر هر دکمان بس من کرد تنیا اقسانن که خویان بسن کرد بلغا اعترافي خوانا سيد الأدلة وكذا له بلى أنا بيجومان برزان ليكولينو وبردواما أواني لبرتشاو تانن سيلو دشير كراوانن كدوانيان دان بيدانان يعني وكباسم كديك كيشان سر پرشتياري کردوا امنیکانی پککه العراق او ایتریان زیبجه کاره او دوا اعترافی تواویان لسر پروسکه هیا خلقی تریج وکو جناب عمید فرموی لناو تورکانی تاوان هن لیکولینو لسریان بردوان. سؤال آخر شباب. نعم سيد فارن. نعم التعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان تعاون رائع، سواء في السليمانية، في أربيل، في كل مناطق الإقليم. العمل الأمني عمل لا يتجزأ، العمل الأمني عمل مشترك، لدينا عمل كثير معهم في مجال مكافحة المخدرات، في مجال مكافحة الجريمة، في كل ما يتعلق بحفظ أمن هذا الوطن وحفظ أمن دول الجوار المجاورة للعراق. لدينا عمل مشترك وأداء رائع مع كل الأخوة في وزارة الداخلية في إقليم كردستان. ايضا نثمن حضوركم اليوم بهذا المؤتمر الصحفي كوسائل الاعلام، قريبا جدا ان شاء الله راح يكون عندنا مؤتمر صحفي بنشاطات وزاره الداخليه للنصف الاول، راح يكون معزز بالارقام واعطائكم بكل شفافيه ما قامت به وزاره الداخليه خلال 6 أشهر الماضيه، وهذا قريبا جدا اما خلال هذا الاسبوع او الاسبوع القادم. ونكرر شكرنا وتقديرنا لكم، وايضا نكرر شكرنا وتقديرنا للاخوه في اقليم كردستان، السيد مدير عام ديوان وزارة الداخلية تجشم على السفر والحضور إلى بغداد، وأهلا وسهلا بهم أعزة في بغداد. شكرا جزيلا.